السلام عليكم جميعا. اليوم عندنا كرفان تركي كريتا جونيور تقريبا 4 متر، محور واحد فايبر جلاس، مخزن في الامام في بطارية والشارجر شاحن للبطارية، 4 جيكات اسفل الكرفان. من الداخل على اليسار عندك المغسلة والطباخة، ثلاجة 12 فولت، مكيف طن. على اليمين جلسة لست أشخاص تتحول إلى سرير لشخصين. دورة المياه، نظام الكاسيت مع المغسلة وأيضا شاور، دواليب على الجوانب.